يبقى اذا انا اخدت عندي في الماسلز اوف ذا فور ارم في عندنا مجموعه بتبقى سوبرفيشال ومجموعه بتبقى ديب. خلاص كده المجموعه السوبرفيشال زي البورنيتور تيريس والفليكسور كاربيراديالس والبلماريس لونجاس والفليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس. خلاص كده المجموعات ديت تمام كده دي بتبقى من مسؤوليه زي ما قلنا الايه الميديان نيرف. خلاص كده طيب بقى واحده بس من المجموعه السوبرفيشال اللي هي الفليكسور كاربي والنيرس. لا دي تبع الاولنر نيرف. تبع ايه الاولنر نيرف؟ خلاص كده تبع ايه الاولنر نيرف. قلنا. خلاص كده طيب يبقى اذا يا شباب دلوقتي الماسلز الموجوده في الفرونت اوف ذا فور ارم احنا عندنا 8 عضلات في 5 سوبرفيشال و3 ديب. الخمسه السوبرفيشال هناخد منهم 4 اللي هم البورنيتور تيرس والفليكسور كاربي رادياليس والبلماريس لونجاس والفليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس. كلهم بمسؤوليه مين؟ بمسؤوليه الميديان نيرف. خلاص كده اتفقنا مع بعض اذا ان الميديان نيرف بيدي برانش اللي هو الانتيرو انتر اوسيس برانش. الانتيرو انتر اوسيس برانش ده بقى بيغذي الثلاثه الديب، يغذي الفليكسور بوليشس لونجاس ويغذي الفليكسور ديجيتورام بروفاندس ويغذي البورنيتور كوادريتس. وبالتالي لما نيجي نبص هنا بالشاكه كده على الاطلس اللي ايه الجدول اللي هنا ده هنجد ان الميديان نيرف اهو. طبعا ده بص جدول الميديان نيرف، ده الميديان نيرف اللي هو العملاق بتاعنا. خلاص كده الميديان نيرف بيدي بنفسه دايركت ماسكولار برانشز، بيدي بنفسه عضلات ثانيه او بيغذي عضلات معينه ثانيه بنفسه. بيدي بنفسه مين؟ بيدي البرونيتور تيرس، البرونيتور تيرس والفليكسور كاربي رادياليس والبلماريس لونجاس والفليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس. والفليكسور كاربي رادياليس والبلماريس لونجاس والفليكسور ديجيتورام سوبرفيشاليس. هما مين الاربعه ماسلز دول؟ دول كده ماسلز موجوده في الفرنت اوف ذا فور ارم والسوبرفيشال جروب مجموعه سطحيه. طب هو المفروض خمسه، ما انا مسقط واحده اللي هي الفليكسور كاربي والنيرس. يبقى دي بنسميها دايركت، يعني بتطلع من الميديال نيرف دايركت مباشره. طيب بيدي بقى ماسكولار برانشز او برانشات عضليه بس منين بقى؟ من خلال ابنه الانتيريور انتر اوسيس نيرف او الانتيريور انتر اوسيس نيرف الموجود في الفور ارم. انتي بريكل زي ما قلنا كتير يعني فور ارم. خلاص كده طيب يبقى عندنا في عضلات ثانيه بيديها برضو امر موتور بس مش دايركت مش بنفسه انما من خلال الانتيريور انتر اوسيس نيرف. مين هم؟ المجموعه الديب. المجموعه مين؟ الديب. ايه المجموعه الديب ديت؟ اللي هي البرونيتور كوادريتس والفليكسور بوليشس لونجس والفليكسور ديجيتورام بروفاندس. البرونيتور كوادريتس والفليكسور ديجيتورام بروفاندس ومين؟ والفليكسور بوليشس لونجس اللي هم الثلاثه الديب. يبقى اذا اربعه سوبرفيشال من مسؤوليه الميديان نيرف مباشره وثلاثه دول من مسؤوليه الانتيريور انتر اوسيس نيرف اللي هو برانش من الميديان. وشوف هنا الكلمة هنا خطيرة قوي، يقول لك فليكسور ديجيتورام بروفاندس ريديال هاف، يعني اللاترال هاف أو النص ناحية الريديا سبون أو النص ناحية اللاترال. قال له أمال بقى الألنر هاف فين؟ الميديال هاف فين؟ تبع مين؟ تبع الفليكسور، تبع مين؟ تبع الألنر نيرف. لا استنى كده بالراحة عليا، أنت هنا يا باشا عندك استثناء وهنا عندك استثناء. أنت المفروض الإجمالي كام عضلة؟ المفروض الماسلز أوف ذا فرونت أوف ذا فور أرم 8 عضلات، خمسة سوبرفيشال وثلاثة ديب. شلت واحدة من هنا، شلت عضلة كاملة من هنا اللي هي الفليكسور كاربي والنيرس، وشلت نص عضلة من هنا اللي هو النص بتاع الفليكسور ديجيتورام بروفاندس النص الألنر أو النص الميديال. الاستثناء ده والاستثناء ده من مسؤولية مين؟ من مسؤولية الألنر نيرف. عشان كده نقول إيه؟ نقول إن الميديال نيرف هو سيد المنطقة الأمامية في الفرنت أوف ذا فور أرم إيه؟ تقريباً. وسيد المنطقة الأمامية تقريباً. يعني لو كان الفرنت اوف ذا فور ارم عبارة عن 8 عضلات فهو مسؤول عن 6 عضلات ونص. عن 6 عضلات ونص. خلاص كده؟ طب فاضل يا عم عضلة ونص؟ الفليكسور كاربي اولنرس والميديال هاف او الاونر هاف اوف ذا فليكسور ديجيتورام بروفانس. يبقى العضلة ونص دول تبع مين؟ تبع الالنر نيرف. طب الميديان نيرف بيخش بعد كده في الهاند وبيدي عضلات هنا، هناخدها؟ لا مش هناخدها، مش علينا دلوقتي، خدها بعدين. يبقى الميديان نيرف كان بيدي عضلات في الارم؟ لا. يدي في الفور ارم، ده سيد المنطقه الاماميه. يدي في الهاند؟ بس بعدين. نكمل كلامنا عن النيرف سبلاي اوف ذا ماسلز اوف ذا فور ارم بعدين.